طيب احنا خلصنا من شو؟ من الاستر لوكال انتيتيك، قلنا في عندي البنزويك والبارا امارو بنزويك، خلص خلصنا منهم كلياتهم. البنزويك كان مين؟ كوكين. اما البارا بنزويك كان عندي بروكين، تتراكين، بنزوكين، وبينوكسينيت. تمام، نفوت بقى على الامايد امينو اسيد. تمام، الامايد بقى امينو اسيد سوري الامايد لوكال انتيتيك بقى شو بيكون؟ اول شيء لازم اعرفه انه كلياتهم بيكون في عندهم لونجر ديوريشن ذان الاستر. ليش؟ لانه الاستر بيتكسر بالاستريز، والاستريز موجود اكثر من الامايديز، بس هي طيب. بعدين بقى ال شو اسمه الامايد، في عندي كمان شو؟ في عندي بقسمه لقسمين، في عندي اول شيء الكين يلي هنا بينتهوا بكين، وفي عندي اللي بينتهوا بفاكين، اللي بينتهوا بكين واللي بينتهوا بفاكين. اللي بينتهوا بكين تمام بيكونوا عاديين، في بالاخير تراي ثايلاماين تمام، وهو واحد بس اسمه الليجنوكين او الليدوكين، ليجنو كين تمام او الليدوكين. اما اللي بينتهوا بفاكين عندي اثنين، عندي الميبي والبوبي، الميبي فاكين والبوبي فاكين. طب شو الفرق؟ الفاكين اذا بنتذكر من 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 فيديو صار قلنا انه بتكون الان تبعي فايته بشو؟ فايته بسايكل، صح؟ طبعا هذا بيكون احسن. اوكي، تعالوا نحكي شوي عن الليجنوكين. الليجنوكين كيف الاستراكشر تبعه بيكون؟ هو اسمه امايد لوكال انتيتيك. شو يعني؟ يعني بيكون في عنده الهيدروفوبيك بارت عادي جدا تمام، وبيكون في عنده الامايد بقى، بس الامايد شو نحن قلنا؟ صح، بدي اياها تكون انفرتد تمام، والسي دبل بوند او. وبعدين في عنده بقى هذا شو؟ هذا الانترميديت. وبعدين في عنده اللينكر اللي هو عباره عن تو كاربونز، هاي كربون وهي كربون تمام. وبعدين بقى شو في عنده؟ الهيدروفيلك، صح، اللي هي عباره عن نيتروجين ماسكه بايثايل وماسكه بايثايل. تاني ليش مسكتها بتنتين ايثايل؟ لانه اول شيء هي لازم تكون شو؟ ايدنتيكال. طب ليش ايثايل؟ لانه الايثايل احسن من الميثايل، احسن من اي شيء. طيب وبعدين شو بنلاقي على الليجنوكين؟ في عنده تو اورتو سبستيتيوشن. اذا بتتذكروا دور اورتو سبستيتيوشن شو كانوا بيعملوا؟ صح، الاورتو سبستيتيوشن كانوا بيعملوا لي ستريك هندرنس، فبالتالي بيقللوا لي الامايديز افكت على الامايد، فبالتالي بيزودوا لي الديوريشن. كثير حلو. طيب هذا الليجنوكين. الليجنوكين بنعرف عنه انه هو بيتاخذ ممكن ك شو؟ كانتي اريتميك تمام. طيب اوكي، طبعا الاسم الايوباك تبعه مهم، اللي هو عباره عن شو؟ هي عباره عن شو؟ هلا اول شيء شو اسمه؟ هي اسمه اسيتامايد تمام، يبقى هو اسمه بالاخير اسيتامايد تمام، هو هيك اسمه اسيتامايد. ليش؟ انا هي اسمه اسيتامايد. طيب كتير حلو. بعدين الاسيتامايد هون بكون في عندي انا نمبر 2 تمام، وهذا الان نمبر 1. لا سوري، هي الاسيتامايد هي من غير هدول التو كاربونز، هي الاسيتامايد هي هيك، هي هي الاسيتامايد، ومن هون 2 من هون 1. بعدين بقى شو بكتب؟ بكتب من نمبر 2 ماسكه بشو؟ بداي ايثايل امينو. لا صح صح صح، هي كلها اسمها الاسيتامايد تمام، هي اسمها شو؟ اسمها الاسيتامايد. فمن نمبر 2 من هون ماسكه بشو؟ ماسكه بالداي ايثايل امينو، يبقى 2 داي ايثايل امينو تمام. هاي اول شغلة. ثاني شيء من عند الان نكتب ان تمام، ماسكة بشو من عند الان؟ جيب قلم غير هذا. اوكي، من عند الان ماسكة بشو؟ ماسكة ب 2 6 دايمي ثالفينايل، يبقى 2 و 6 دايمي ثالفينايل، 2 و 6 داي ميثايل، هدول داي ميثايل وفينايل. واخر شيء شو بنكتب؟ الاسيتامايد ماشي. يبقى هذا الاسم تبعه، يبقى شو الاسم تبعه؟ من عند التو ماسكه بداي ايثايل امين تمام، من عند التو ماسكه بداي ايثايل امين تمام. وبعدين من عند الان ماسكه ب 2 6 دايميثايل فينايل اسيتامايد، دايميثايل فينايل، وهي اسمها شو؟ اسيتامايد. هذا الاسيتامايد بيكون محطوط بالاخير. اوكي طيب، هي بالنسبه للليجنوكين الاسم تبعه. طيب الليجنوكين هو عباره عن نون اريتنت لوكال انتيتيك، جاي من الايزوغرامين اللي هو نبته يعني ماشي، وهو مثل ما قلنا عنده انتي اريثميك انتي اريثميك اكشن، وعنده رابيد اونست ولونجر ديوريشن ذان الاسترز. هو اكيد اكيد لونجر ديوريشن ذان الاسترز، كلياتهم في عنده مثل ما قلنا شو؟ لونجر ديوريشن ذان الاسترز اللي هن الامايدز تمام. طيب بس في عنده مشكله، بس في عنده شغله بس بالليجنوكين رح نحكي عنها بالاخير ماشي. هلا هيك نحن شو خلصنا؟ خلصنا الكين اللي تبعات مين؟ تبعات الامايد، اللي هن اخرهم كين، اللي هو مين؟ الليجنوكين ما في غيره. بعدين بقى الفيديو الجاي رح نحكي عن الفاكين. شو هن الفاكين؟ اللي بيكون في عندهم الان هي داخله بشو؟ بسايكل، مو هي دا ايثايل امين، لا لا، هي داخله بسايكل. طبعا هاد بيكون احسن.